يا شيخنا دلوقتي واحد صاحب ماكينة فودافون كاش، تمام؟ نعم أكلمه أقول له أرسل فلان مبلغ مالي وحسبك عليه وعلى الأجرة، هل ده بيع وسلف؟ معلش، قلت لصاحب المكنة إيه؟ قلت له أرسل أموال لفلان؟ لفلان وأنت لسه ما عطيتوش، وسوف وسعنجين حسبك، سأتي وأحاسبك. نعم، أنت تأتي، أنت ليبي صح؟ أنا مصري، مصري مطروح. ما خلاص يعني عبدوا يا عم، الحدود واحدة، يعني ليبي ليبي مصري. ليبي مصري. نعم. لا هذا ربا، ما يجوز. هذه ربا؟ نعم. عارف كيف تفوت منها؟ إن يكون مالك معاه، مع صاحب المكنة. يكون لي عند مالي يعني؟ أي نعم، أحسنت. ما شاء الله، جزاك الله خير. أنا خادمك بين يديك حبيبي، السلام عليكم.